الشهود في جرائم المال العام خطوة هامة نحو تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي. تفعلت هذه الحماية قانونياً بصدور القانون رقم 37 في أكتوبر 2011، والذي جاء بمقتضيات عديدة بغية الحفاظ على سلامة الشهود وحمايتهم من كل اعتداء أو انتقام. القانون يرم إلى حماية الراشي كطرف ضعيف في عملية الرشوة، وذلك من أجل فضح جرائم الرشوة ومن أجل زجرها والقبض على المرتشي. إخفاء هوية الشهود في عدد من القضايا قد يؤثر سلبا على حقوق الدفاع، من ثم تطرح عدة تساؤلات حول أهمية هذا القانون. القضاء إذا تبين له استحالة الاستنتاج والدلالة على قيام التهمة يترك له الإمكانية لأن لا يعتبر هذه الشهادة كشهادة. هنا يطرح التساؤل، إذن ما الفائدة من هذه الحماية ومن كل هذه التدابير؟ من محاور هذه الندوة حكم الشاهد في الفكر الإسلامي وحماية الشهود على ضوء القانون المقارن ومركز الشاهد في الشريعة العامة للمسطرة الجنائية.